تصير. أول شيء نرحب بالدكتور هاني بني حلو، بما أن الدكتور هاني بني هو مؤسس الإغاثة الإسلامية عام 1984. دكتور هاني علم من أعلام في العالم في القرن 20-21 في العمل الخيري، هو مؤسس أكبر مؤسس خيري في العالم إسلامية، وهذا الشيء نفتخر فيه. وإحنا اليوم هو موجود عندنا في الأردن بزيارة، إن شاء الله يعني دكتور هاني اليوم تستفيدوا من خبرته ومعلوماته، لأن الدكتور هاني هو أحد يعني أعلام العمل الخيري في العالم، واللي يعني الدكتور هاني مسيرته في العمل الخيري من عام 1984 من أيام ما كان طالب في الجامعة، وهو أول واحد ساعد من أول الناس اللي ساعدت في المجاعة في أثيوبيا في الثمانينات، ومن هناك انطلقت الإغاثة الإسلامية عبر العالم. اليوم الإغاثة الإسلامية موجودة في معظم أنحاء دول العالم، جميع القارات موجودة، والحمد لله دائما إحنا بالإغاثة بنفتخر فيه، وبنفتخر بأنه يعني هو المؤسس تبعنا، والحمد لله أنه هو اليوم موجود معنا. إن شاء الله راح يكون لقاء ودي بين الدكتور وزملائنا في الإغاثة، وحاب يسمع آراء الشباب ويشوف مقترحاتهم في العمل الخيري، ودائما نستفيد من بعض، الخبرات طويلة مع الخبرات القصيرة، وإن شاء الله بكون لقاء ودي. والدكتور هاني يعني من الأشخاص كمان يعني الفليكسبل المرنين في التعامل مع الناس، وهذا فإن شاء الله الدكتور هاني بده يحكي لنا كلمة. طيب مصدر السعادة النهاردة في انتم وفي عمركم الزمني، انكم شباب، لان هم الشباب بينموا عن الحاضر والمستقبل. الشباب يمثلوا الحاضر والمستقبل، ولابد يكون في هناك تكامل ما بين الاجيال، ليس تباعد او انعزال أو يعني هي تهميش. الشباب بالنسبة لي بيمثلوا فكر متجدد دائم، فكر دائم متجدد. الأمة التي لا تؤمن بشبابها هي أمة ميتة. الأمة التي تضيع شبابها في أشياء غير نافعة للمجتمع والوطن وللدولة هي أمة ميتة، لأن الشباب هم قائد المستقبل، والشباب هم وقود الحاضر والطاقة بتاعت الحاضر، وهم في نفس الوقت مصدر الفكر الجديد. يعني الثورات المعلوماتية اللي حصلت في السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، كان عندي محاضرة عملتها متوسط اللي هم 7 أو 8 منصات
المنصات اللي تعملها بين فيسبوك والتويتر والانستغرام وكذا يمكن 28 او 27. كان تيك توك اللي كانت اكثر وحده ناس كبار في السن، لكن فيسبوك اللي عمل الثوره دي كلها كان الراجل مش عارف اسمه ايه، زيلنجر ولا حاجه مارك، كان لسه في الجامعه. يعني معناه ايه؟ 18 19 20 21 سنه. الشباب اللي اخترقوا كل اللي هو الأنظمة الإلكترونية في العالم كانوا في المدارس الثانوية. عملت أي محاضرة ثانية 14 15 16 سنة. هم فكوا الشفرات بتاعة وزارة الدفاع وبتاعة اللي هو المؤسسات وكذا وكذا، كانوا شباب. لكن بقول نرجع مرة أخرى، اللي يهمل قيمة الذي لا يقدر قيمة الشباب هو ليس لا يعيش في الحاضر أو في حاضر أي قرن أو في حاضر أي جيل أو في حاضر أي ثقافة أبدا، لأن الشباب هم أولاده، لو لم يهتم بأولاده ضاعوا. الشباب هم المستقبل والحاضر، وهيكونوا بعد كده هم مستقبل الماضي وحاضر الماضي. في يوم من الايام هيكونوا زي شاب بس متالق، يعني شاب غير متالق. انت راجل وجيه وانا ما عنديش وجاهه. الله يخليكم، عكس انت كل الوجاهه. فلذلك عدت وانا اشكر الرئاسه هنا ان انا ارى ان الغالبيه اللي في الغرفه ما دون ال 30 سنه. 27 وده طبعا الرئاسه ابتدى، انا كنت رئيسها في يوم من الايام وتنازلت عن الرئاسه الحمد لله لواحد من اللوكال عشان المفروض يكون الرئيس لوكال يعني في شهر يناير هذا العام. يعني كان متوسط عمرهم 26 27 سنه كل العاملين، متوسط عمر الامناء اقل من 45 سنه بما فيهم انا طبعا انا اصغرهم السن، انا بس اللي خليت السن يرتفع خمس سنين دول. يقولون من 40 سنة بس أنا إيه؟ ما ينفعش 40 سنة، حط عمري عشان يبقى 45 سنة. فده المدخل، المدخل بتاعكم. عمركم ده يا شباب لابد تشتغلوا فين؟ عندي نظرية اسمها من الحمارية. تحب الحمار؟ طبعا. في أغنية اسمها بحب الحمار. شغالة؟ شغالة. يا سلام عليك، أنا بحب الحمير. من الحمرية إلى النبوءة المجتمعية. معناها إيه الحمرية؟ أنتوا في سن الحمرية. يعني سن الشغل الشديد المكثف الجلد. بس لا، الحمار بيزعل ساعات لما بيقولوا له أنت زي البني آدم. وده أنا أحسن من البني آدم، تعرفوا ليه؟ لما في لو حصل في بيننا وبين الحمار حوار هيقول لنا أنا بقوم بالدور اللي ربنا كتبه. انت بتقوم بدورك، لا خلاص يبقى هنا الحمار في الدور بتاعه احسن. انا باخد من الحمار في الحته دي اللي هو الاصرار على العمل. الحمار يكون مثلا ماشي كده عايز الدور رايح البيت، واحد يقعد كده يرجع تاني كده، حتى لو كان كده هيموت فيه لان فيها ضرب وقتل وكذا، لكن خلاص ملتزم. الفئه العمريه بتاعتكم اوعوا تقول ان الشغل بتاعنا من 9 ل 5 من 8 ل 4. لو انتم ما استفدتوش، يعني انا مثلا في مرحله الحمريه الحمد لله كنت من المتميزين. مستحمر حموريه استحماريه. لو عايز تفكيها هيك اللي انت عايزها. صعب عليك؟ خلاص اعلمك بعدين. الاستحمار منهج الحياه. مش كده برضك؟ وحمير امنياتي كثير. المهم فكنا بنشتغل في اليوم 17 و18 ساعه ايام الدراسه، ايام مصر وايام ما كنا بنحفظ. المنهج كان عندنا احفظ وبعدين افهم. ففي الفتره دي بالذات لابد تستفيدوا انتم من وقتكم. يعني انا مش معايا ده يشغلني شوية، لكن
معقول ان انا هقعد اتعلم منه مش هضيع وقت فيه. انا معايا وقت هقول ان انا هعمل فيه حاجه. يعني زي الاخت كانت بتقول لي، الاخت هديل بتقول لي انا كنت انت كان في كينيا، وكنت انا في كينيا مع الشباب اللي هم في المكاتب الجديده بتاعت الرسم. كان متواصل عملنا في كينيا 15 ساعه في اليوم. احنا مش رايحين نتفسح، رايحين دافعين تذكره طياره، اقامه، ترتيب، كذا. يعني تتشاب بيكلفنا 15,000 دولار عشان نروح الرحله اسبوع على 10 ايام. ده لازم يتحقق العمل. كنا مره في السودان راكبين طياره مأجلينها 30,000 دولار. نازلين على الجنوب عشان نلف سنه 2002 و2003 عشان نكتشف الجنوب ونفتح مكاتب في جنوب السودان قبل الانفصال. طلعت على الطياره. فطبعا انا بعشق السودان وبعشق الطين وبعشق الارض وبعشق الزراعه وبعشق التربيه الحيوانيه. ده عشق، ده انا فلاح وانا متربي في الريف ولا حاجه من دي. طلع في الاخر ان اصل الاقتصاد هو الزراعه والعمل المهني اليدوي. ده ايه؟ الزراعه تحت رجلك، كنزك تحت رجلك، والعمل اليدوي اللي هو لا يمكن يخذلك، اللي بتحول لصناعه اقتصاديه وصناعه دوليه. الحرفيات. واحنا في الطياره الشباب بقى تعبانين. كنت ماسكهم كده. قال لي دكتور انت هتنام؟ قال لي اه تعبان. بص من الشباك. بص لو شايف ايه؟ قال شايف ارض حمراء. وبعدين؟ يعني ما يعمل ايه؟ انت تخدرها. انت طالع الطياره دي في الساعه اللي مكلفانا الرحله عشان نروح ثلاث اربع ولايات 30,000 دولار نقعد فيها اسبوع ولا حاجه زي كده، هو علشان تبص تحس ان الارض دي انت عليك مسؤوليه انك تخطرها، عليك مسؤوليه انك تبني فيها مجتمع، عليك مسؤوليه انك تخلق فيها حياه جديده سواء للحيوانات او للطيور او للبشر او الى اخره. دي المسؤولية اللي هي بتاعتنا حتى واحنا في الطيارات دي كلها. نستخدمين الطيارة عشان ننام. الطيارة تكلفة. والتكلفة معناها وجبة أو اثنين أو خمسة أو عشرة ليتيم وطفل وأرملة. فده جزء من الشغل بتاعنا إن حذاري في سنكم الجميل ده إنكم تضيعوا الوقت ده. ليه؟ لأن أنتوا لو استفدتوا بيه هتصبحوا عندكم الخبرة والقيمة والقامة والمعرفة والإدراك والوعي. لأن كل خطوة قفتوها في المجتمع بنية العمل والإصلاح والتعلم والتعليم بتزداد فيه خبرة حتى تصبحوا في الأربعينية من العمر. طبعا البنات هنا عمرهم ما هيوصلوا الأربعين، عمرهم من 25 وهو واحنا كلنا هنا 18 مش كده بقولك 18 كنت لا انت لا ما ففي الأربعينية هتبتدوا تعملوا ايه الادفوكس اللي احنا بنتكلم عنه من خلال ال 20 سنة اللي انتوا قضيتوها بجد. يعني طبعا من الشعوب اللي تحترم جدا في التعليم في العالم العربي هو الشعب الفلسطيني، ويقارن بكل الدول الخليجية بالرغم من قلة الموارد متاحه للشعب. هو مصر على التعليم، شئنا ما بين مصر على التعليم. لما في مستوى اللي هو الاميه كان في المنطقه الخليجيه كان 4 أو 5%، في الشعب الفلسطيني كان 3 أو 4%. انا لما زرت غزه في 2010 يعني حسيت ان الشباب اللي انا بكلمهم اللي هم في المدارس الثانويه في الجامعه دول يعدلوا رجال خرجوا من الجامعه عندنا بقوا موظفين في الأربعين من عمرهم. لانهم مصرين على الحياه. ومصرين على صناعه الحياه. ومصرين على مواكبه الحياه. هنا بقى ده السن اللي احنا بنستلف فيه كلمه الحموريه، لان الحمار هو الجلد في العمل. اجابه الفهم دلوقتي. لذلك حذاري أرجوكم وتوسعوا.
أتوسل إليكم وأقبل أيديكم وأرجلكم حذاري أن تضيعوا الفترة دي. فأهوى حسابي إيدين إذا 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 عايز أعلم كنت عندكم عشان أنا لما شفت جنس معين من أمتنا العربية بيشرب الأرجيلة جنس معين من أمتنا العربية وصبته بخيبة الأمل وتكون الجنس ده قاعد وبيكركع وبيطلع الدخان من مناخيره وإنه ده فكل صاحب هذا الجنس يعني كيف عارفين مين الجنس؟ ها؟ عشان دي مرحلة في حياتنا لا تساوي واحد على ألف من أيام من أيام الله سبحانه وتعالى ويوم من عند ربك بخمسين ألف عام أبقى ألف عام فتخيلوا أنا عايش سبعين ثمانين سنة لكن سبعين ثمانين يعني اليوم عند ربنا بخمسين ألف سنة مما تعدون أما الجنة بقى فيعني عدي بلا حدود لا حدود. أنا ما كنتش في الغسل على الوقت. فذلك جنة عرضها السماوات والأرض. احنا عارفين السماء. هل حد منا؟ شوفوا هذا التحدي يا شباب. وأنا بقى أحب أنكم تحدوني. وأشكر كلكم في الآخر. أنا كنت قاعد امبارح مع أخت اسمها مش طلع عليها قرايب هنا. أنتوا ما تعرفيش. عيلة البنا. واحدة اسمها رنا البنا. فقعدة جنب كده في الجلسة فطلعت نعم متخصصة في الابتكار فبعد أنا ما خلص كل واحد فيكم أو فيكم يطلع لي الفكرة المبتكرة علشان ننقلها في العالم أنا جاي عشان أتعلم منكم مش جاي عشان تسمعوا مني طناطين وهذا أقف سكارة سكارة بيننا ومش كده بقى المكاسوب الله يرحمه واخدين بالكم ونرجع مرة أخرى للي احنا بنتكلم فيه إن احنا دلوقتي بنقول إيه دورنا؟ إيه دورنا؟ وحياتنا عدوها السماوات والأرض كنت بتكلم أنا هقول لكم مش التكنولوجيا احنا وصلنا بيها لفين؟ عملنا الجيمس ويب تلسكوب صح؟ الأمريكان عملوه في 60 سنة شغل 60 سنة شغل عشان يتفرجوا على إيه؟ كمل وصل الكون كمل يلا يتفرجوا على إيه؟ زيرو كمل مين مش عاجبني؟ عشان يتفرجوا على الحاجات اللي ربنا كتبها لنا في القرآن من 1400 سنة أنا كنت ببكي لما شفت هما بايدن رئيس بايدن من حقه إنه يحتفل كان في إبداعين في الاكتشاف ده الإبداع إن الشخص اللي بدأ المسيرة من الستينات اسمه هو اللي أصبح موجود على التلسكوب مش اسم بايدن مش اسم كلينتون مش اسم بوش اسم جيمس قد ايه الاحترام للإنسانية بتاعة البشر الأمر الثاني إن ربنا علمنا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء عليها كنتم تعلمون قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الأسماء هنا يا شباب مش نظارة وكوباية وقلم لا الأسماء دي اللي هي مناهج بناء الحياة على هذا الكوكب كيف تبني يا آدم أنت وأبنائك مناهج بناء الحياة البشر اللي هيعملوها عشان أنا سخرت لك يا آدم أنت وأولادك كل شيء خلقت لك السماوات خلقت لك الأرض خلقت لك الجبال خلقت لك الطيور خلقت لك البحار خلقت لك الأنهار خلقت لك المحيطات خلقت
تذاكر، كل الحاجات دي كلها عشان ايه؟ مسخرين لخدمة مين؟ لخدمة آدم. فيجي آدم، لكن كلام قال الشيخ الغزالي الله يرحمه والشيخ الشعراوي عشان ده ينسب ليا. لما يجي ربنا يولينا من 1440 سنة ولا 44 سنة وعلم آدم الأسماء كلها، ويرجع جيمس ويب هو اللي اكتشف التلسكوب اللي كل حيكتشف موجود عندي في القرآن، أنا أزعل. هذا دوركم أنتم. أنت اسمك إيه؟ رانيا ويب. وأنت اسمك إيه؟ أوليفيا ويب. وأنت؟ هبة ويب. تعرف أنا خطيبتي أول كان اسمها هبة؟ بس طنشت بعد. وأنت اسمك إيه؟ إيهاب. إيهاب ويب. وأنت محمود ويب. مهند ويب. تعرف جيمس بوند؟ آه. يعني كان في فيلم مصري كده محمد رضا يقول لك أنا علي بوند. علي بوند مين؟ أنا جيمس بوند. فيلم فريتشاوي. بس برضه جزء من السخافة بتاعتنا في التلفزيون يعني فيلم. أكيد. أكيد. أنا علي بوند. أنت اسمك إيه؟ محمدين بوند. فلما يكون في عمق في علاقة أو الآية وفي علم آدم الأسماء كلها، يعني كان الشيخ الغزالي رحمة الله عليه نصر إزاي؟ يقول لو جه سيدنا آدم نزل الأرض دلوقتي وقابلوه الألمان وقابلوه الروس وقابلوه الأمريكان وقابلوه الإنجليز وقابلوه العرب، الألماني هيقول لك عملت كذا وكذا وكذا، والروس هيقول عملت كذا وكذا وكذا. قال لهم انتوا عندكم منهج؟ لا ما عندناش منهج. بس احنا منهجنا الحياه بناء على معرفتنا في الدنيا دي كلها. انجزنا فيها. يجي بقى يقابلني انا جاي بقى من مصر ولا من كذا ولا من كذا ولا من كذا، عملت ايه؟ وانا قاعد اتفرج على التلفزيون. اتفرجت على جيمس بوند وعلي بوند و ده اسمه ايه انت؟ رانيا. رانيا ويب. حميده ويب. هيدا سيدنا آدم. لأن هو منهجهم في كتبهم مفهوش الحاجات دي. مش ولا كتاب سماوي فيه اللي موجود من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حاب بها آدم وكتبت في الكتاب. ده بالنسبة فده عليك رسالة. علينا رسالة لهذه العجالة. طبعاً أختم بأن أتكلم عن عمل الرئاسي شوية والعمل الإنساني. إحنا لما بدأنا كانش عندنا فكرة على أي حاجة، خاصة كان استجابة عفوية وحذاري إن كل حاجة يفلسفوها من الأول وتقولوا لا لازم استراتيجية ولازم كذا ولازم فلوس ولازم، لا ابدعي وتعلمي. وأنا كنت إيه أصلاً؟ دكتور. وكنت فاشل. انت عرفت حضرت الفرح بتاعي؟ لا مشان بعتلي دعوة وروح طنش. انا كنت عايش موجود اكيد. بس انت لا انت ما حضرتش. لا انت حضرت يعني شوف الملكين دول، ملك على اليمين ملك على اليمين، لا هو حاضر رقيب المعتيد مش كده برضك؟ انت رقيب ولا عتيد؟ مين اللي الاثنين حلوين ف... فبالتالي كانش عن نعرف حاجة خالص في حاجة اسمها إغاثة ولا عمل إنساني ولا أطر ولا سياسات ولا استراتيجيات ولا قوانين ولا 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 إلا أننا كان هدفنا ساعد 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 ساعد. كانش عندنا مكتب، كانش عندنا ميزانية، كانش عندنا موظفين. أول 10 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات محدش فينا بيت مع أولاده ومراته في بيتهم في رمضان ليلة واحدة. ليلة واحدة. وده الشباب في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وفي هولندا وبريطانيا. كنا ليلة رمضان نخرج على العيد نرجع. للزوجة والأطفال والأهل والجيران عمرهم فطروا معانا في الفترة دي كلها. فمجموعة من الشباب دول اللي كانوا في سنكم وأصغر منكم آثروا الخروج للمجتمع للتنبؤ أو لإعلان النبأ عن حادث المجتمعات الأخرى. وكنا من كل ما كنا بنروح فرنسا وبلجيكا وهولندا والحاجات دي كلها كنا بنقول بيانات أو بنسموها كلمات
بعد الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد التراويح. ماراثون. علشان حذاري انك تروح عندنا دلوقتي ميزانية واليو اس اي دي عادي بتدينا وده بيدينا، هما بيدوكوا ليه؟ لأن يعني المسيرة مشيت صح من أول يوم. من أول 20 قرش اتبرع بيها طفل عند 9 سنين. أنا مش هقول قرابته عشان بس ما نحسش بالمجموعة معينة. عنده 9 سنين. من أول خطوة مفيش مكتب. مفيش فاكس. مفيش تليفون. مفيش موظفين. صندوق. صندوق على حيطة. صندوق على حيطة. هو كان هيد كورتر. كنا كل يوم سبت في اخ فلسطيني يعني عراقي من اصل فلسطيني دكتور احسان الرجل ولا كل الرجال ابتسامته نور لان قلبه نظيف سواء تكون السرائر نقيه والبصائر وضحت لها الامور كان احسان رد الله عنه موجود عبد الغني بس هو لا يحب الأضواء. لهؤلاء الناس وصلتم إلى ما نحن وصلنا إليه. بالمعاناة بتاعت الشباب في رمضان 30 يوم لا فطور ولا سحور مع الأهل والأولاد وصلتم إلى ما وصلتم إليه. بالتطوع والبذل والجهد والخطأ والتصحيح وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لن يحترمنا احد الا ان كانت في مسيرتنا تضحيه. لن يحترمنا احد الا اذا كانت في مسيرتنا انجازات واخفاقات طبيعيه. لن يحترمنا احد ان لم نحترم انفسنا وقيمنا واخلاقنا وتاريخنا وثقافتنا وعقيدتنا وانسانيتنا. الاحترام مبعث التقدير والتقدير بيجيب لك المال. المال عمره بيجي ببلاش خاصة إذا أتى من أصحاب المؤسسات الكبرى والدول والحكومات التي تراك من الداخل قبل أن تريها مظهرك أنت من الخارج. مرة من المرات أو مرة عشان نخش على البحر الأوروبي معظم الناس مش عارفين بسم الله الرحمن الرحيم فأحد الشباب من ألمانيا جاب لنا كونسلتنت عشان يعلمنا ازاي نقدم محاضرة في الامتحان الأوروبي. ده في منتصف أو نهاية التسعينيات. فأول حاجة الكونسلتنت سأل على إيه؟ قال مين المدير العام اللي هنا؟ قال ليه؟ قال عشان أعرف صاحب القرار هو عنده قدرة إن ياخد القرار ولا لأ. مش أي حد جايبين يقول لي هقول لي عشان صاحبنا ولا قريبنا ولا جارنا لأ ولا من جامعتنا لأ. شوف السي في بتاعته عنده خبره في العمل الانساني عنده او عندها خبره في العمل الانساني في كذا في كذا في التاريخ لا من غير كده مش هيديك فلوس من غير ما يعرف مين مجلس امناء ومجلس اداره والاقسام والماليه يعني احنا لما حصل عندنا مشكله في 1975 ماديه لان كنت بصرف اكتر ما كنا موجود ما كانش عندنا قسم مالي قوي فوصلنا عندنا ايه يعني مشكله كان المفروض انا اترفد صح مش كده يا ليه لا مش كده كان فورا تلفل لكن زي ما تقول ايه يعني استدركنا الامر وعيننا هارون عطلة فين هارون عطلة هارون عطلة لما احنا لما جه يشتغل في الغاسة انا كنت جاهل الحمد لله مش انا كنت لسه جاهل انا عايز اتحط عند السبوت عشان سبوت يو سبوت مين شو الانجليزي بقى يسبوت مين يسبوت يو spot me, I spot you. Who's our spot is, we spot others. فاهم حاجة؟ لا. أنا بتكلم الكلام ده في المحاضرات يسقفوني. وأعطاه الله فز جنبه يقول لي تعالى هنا. أقول له إيه؟ يقول لي أنت بتتكلم كلام أنا مش فاهمه. يسقفوا لك على إيه؟ قلت له والله أنا مفكر إن أنا فيلسوف. الكلام ده مش مفهوم يبقى أنا بتكلم إيه؟ فيلسوف. الناس بتحس بتخاف كده لعبة بتوصلك. دي برضو فهكذا بدأنا سأل عن مين عن هذا الرجل أو هذه المرأة اللي بتدير
عندنا رؤية بس عشان أخلص الكلام وانتوا بقى توجيهكم كلكم هيكون في الابتكار إن شاء الله. أو أي شيء أنت عايز تتكلم فيه كل واحد فيكم هيتكلم. ها بتتكلم بأي لغة؟ أنا ما عنديش مشكلة. كان عندنا رؤية يعني الرسم بدأت في 84 زي أخونا لما أتكلم وشغلت رسميا في 89 وفي 93 كنا واخدين تسجيل مع الأمم المتحدة. يعني احنا داخلين غاسه مش عامله زي احنا استغلنا نظريه الحموريه في العمل اما في الفكر فتجربه الانسانيه بالرؤيه وانسانيه المؤمن برسالته. مفيش عمل من غير رؤيه، مفيش رؤيه من غير ايمان، مفيش ايمان من غير رساله، مفيش تغيير من غير ايمان وعمل ورؤيه ورساله ومهمه. دي اساسيات. بدأنا مع الأخ ماليزيا هو مدير المكتب ساعتها، كان مرتبنا يمكن في واحد ونص ورنين. يعني أغلب الشباب اللي كانوا متطوعين معانا في الثمانينات كانوا مدارس ثانوي من الجالية الآسيوية كلهم، حتى ما فيهم أنور خان وجنجير مالك كلهم كانوا لسه في ثانوي وابتدائي وإعدادي. واخدين بالكم؟ فده كان لنا رؤية إن احنا نخش في المطبخ بتاع صناعة القرار واحنا لسه بنحكم. يعني في 92 ما كناش مثلا ما كانش ليها وزن لسه. وذهبنا وانا بقول قصه التسجيل للغاسه دي علشان في كذا معنى وكذا بعد انتوا بتطلعوه منها بعد كده. رحت سافرت انا وخالد روي، خالد روي كان اصلا ماسك قسم المشاريع بتاعنا، وصالح سعيد اللي هو مسؤول دي سي دلوقتي في بريطانيا. صالح سعيد كان اول من اول ما اشتغل عندنا يا بنات ويا شباب داتا انتري. صالح اللي هو دلوقتي السي او اكبر مؤسسه بريطانيه دوليه بتاع الطوارئ، لسه مجمعين الاسم كده الاوكراني حوالي 340 مليون في خلال اسبوع ولا اسبوعين. ده ابننا احنا، ابننا راس. رحنا احنا الثلاثه كنا في اخر رمضان مسافرين بقى أول مرة زي ما تقولي اسمه فلاح في نيويورك ولا اسمه ولا فلاح في كندا كده اسم الفيلم ايه؟ صعيد صعيد الله 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 أنت مذاكر قوي مذاكر من وراكم. عايزين محمد هنيدي بقى يكون معانا ينفع بأمستردام وصعيدي في الجامعة الأمريكية. احنا بقى صعيدي في نيويورك، صعيدي في نيويورك نزلنا هتلاتة وعكونا لما بنسافر قبل نختار ممنوع 8 ساعات سفر 5 ساعات فرق. نزلنا متعبرين واخترنا فكان نخاش منا هتلاتة دليكم انتوا لان ده جزء من التاريخ نشوفه. احنا لازم نحضر نفسنا عشان جلسة بكرة. كانوا هم قاعدين نامين في غرفة وانا نام في غرفة تانية. قلت لهم احنا نام معاك في غرفة على الارض لان انا بنام على الارض بصحى بعد نص ساعه، لكن لو نمت على السرير هصحى على الفجر. وانتوا كذا، انا بعد نص ساعه ساعه صحيت. فبدا النقاش في استاذنا خالد دروي بكل الاسئله اللي ربنا حطها في مخه عشان تكون هي اللي هسال فيها تاني يوم. الشبهات. شبهات من التسعينات ومن الثمانينات من السبعينيات موجوده. العمل العربي والعمل الاسلامي. حط كل الشبهات على الطاولة. رحنا تاني يوم قلت لهم بسم الله ما شاء الله لحيتي أكبر من لحيتك وطبعا يعني جاي مش عارف منين ودراسة إسلامية. ورحت لبعض الإيه السفراء العرب يعني لا يا رب يعني طلعت بقى إيه سألوني قاعة كبيرة كلهم سفراء عشان تخش المجلس اللي بتقعد اللي هي الإخوة السابقة. الست يعني طلعت على المنصه كل الايادي رفعت الحمد لله. المندوبين اللي قبلها كان يطلع الواحد بايد تطلع عليه اثنين ثلاثه وما خلص حد لكن انا بالذات الكل تحيه لي حبوا يسالوني. يعني يعني وانا بقى باللحيه الجميله دي اللي مش موجوده دلوقتي لا اكبر منك.
فجاوبت على كل الاسئله. الناس بتقولي بقى خلاص لا لسه. انا اقول خلاص او نتشير وولادي لو متعب اول مره اقول لها يا بنات لسه مخلص. انا بعمل بسبوع كده بيبقى سباي ده معناها يعني كيب كويت. فكملت البتاع دي الا واحده سفيره من سفارات الدول الاوروبيه وقفت الميه وقفت التسجيل. انا مش فاهم حاجه. جات لي واحده مصريه زي حضرتك كانت بتقول اسمك ايه؟ لمصر انت بتتكلم انا فاهم انت جاي منين انت جاي منين بتاع ايه مش فاهم. انت تعرف حاجه اسمها لوبيا؟ يعني ايه لوبيا؟ لوبيا؟ عارف لوبيا؟ لوبيا اخت الفاصوليا. لوبيا يعني لوبيا؟ انت لوبيا ايه يا ابو لوبيا؟ لوبيا 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 من اللوبيا. شفت بقى احنا كمصريين بنعمل اللوبيا في اللوبيا ونعمل اللوبيا لوبيا. اه على مستوى هذا الخيار الله ده بيلعب كده. انت واثق هنا انت واثق على مستوى هذا الخيار ارفع صوتك. انت لو هنرفع الناس سفره كلمت ناس بقى نمسك اسماء البلاد الاول قال لي ياي انت اسمك اسلامك انا حط لكم في الراس فلسطين بس تقول لنا بعد سنتين. طبعا على الاسم دلوقتي يعني خلاص ايه يعني خلاص. الثاني قال لي انتوا تبع حزب الدعوه. يعني ايه حزب الدعوه؟ وكان بلد ثانيه كده. السلام عليكم جاءت دوله معينه. قلت له انا لا اعرف حزب الدعوه ولا عمري شفته ولا عمري شفت البلد دي وهذا الطرح. يعني ما الثالث كش ملك. رحت بقى الاوروبيين والغير مسلمين. واحد قال لي انت تبع السعوديه. قلت له ليه؟ لما جيت اسمك دراسه اسلاميه تبع السعوديه ما اعرفهمش. مع السبب الثاني قال لي لا روح كلم السفير السعودي. ثلاثة كانت السفير الدولة الأوروبية. واحد ثاني وثالث ورابع وخامس تشكيك تشكيك وهي ما عم بلف 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 بلف. والآخر نحن عملنا إيه؟ مع كل التشكيك ده جبنا كل الأوراق والتقارير بتاعتنا وأنا وزعها كل يوم على إيه؟ على الحروف. وأنا قاعد عدى يوم الاثنين وعدى يوم الثلاث وعدى يوم الأربعاء وعدى يوم الخميس. وصلنا يوم الجمعة. كلمت السفير من السفارة العرب واحد تاني غير التاني دول قال لي حطوك في الروستر ستيتس. يعني ايه؟ انت وقفت انت مزعق. فلما بزعق بعد الجمعة مش مصلي الجمعة مصيبة. ما مصليتش الجمعة عشان قاعد في القاعة. وبزعق بعد صلاة الجمعة بقت مصيبة. عملت ايه بقى؟ طلعت بقى زي فريد شوقي ومحمود مليجي أفلام الأبيض والأسود ده يعملوا قفل الفرح يعملوا كرسي في ايه؟ اللمبه بالكلوب. مفيش لمبه كان ساعتها. كرسي بالكلوب وبتاع منصه. الكلام ده حقيقي. بتاع منصه يوم 26 مارس. 6 فبراير الدكتور انزل. انا ما سمحتلكش رئيس الجلسه. انت مش هنزل. هنزل ليه؟ انا قاعد هنا من اسبوع. كل اللي انتوا عايزينه خدتوه. كل اسئله جاوبت عليها. ايه؟ عارف بقى شغل من ايه؟ اللي هو الحواري المصري دي ايه؟ حقيقه والله حقيقه ايه يعني عايز ايه تاني؟ فكهرب الجو. بس انت تقول لي انت مش هنزل. تعرف بقى مين اللي انقذ الموقف؟ سفير ايرلندا اللي هو مسيحي كاثوليكي. واخد الكلمه وقال ايه؟ قال نحن استمعنا الى عرض مندوب الاغاثه الاسلاميه. وشفنا كل الاوراق والتقارير اللي هم جابوها لنا حتى انهم تبرعوا في غدات البوسنه ب 300 طن دقيق لليو ان اس ار قبل ما ما يكونوا عضو في الاكسور. وانا بقى ازكيهم. ما كانش حد مزكينا خالص الا الله سبحانه وانا ازكيهم. وانا بعطي فرصه لزميلتي اللي هي الاوروبيه الاخرى تطلع على اوراق في الويكند. والناس دول صرفوا فلوس كتيره جدا بعد اسبوع في نور. كانت الغرفه تعرف كام يا شباب في الوقت ده؟ غرفه كده يعني ما تعرفيش تخش فيها الا فيها تلفزيون وسرير وما بين السرير والحيطه نص متر تمشي بيها بالعرض ولا بالطول. $80 في اليوم. ودول قاعدين بيسرقوا اموال من الغلابه ومن الفقراء يكبر اسبوع. فانا بقى ازكيهم وبدي الفرصه لزميلتنا ان
طلعت اوراق في الويك اند يوم الاثنين صباحا هو اللي قرر. نصرنا بالله سبحانه وتعالى ونصرنا ثم بهذه الشهر. ده يوم الاثنين يكون هي اول فقره على الفقره الجمعه. كنتش يوم الاثنين صباحا طبعا انا حابة سألت واحد في نيويورك كلمت واحد في كندا كليب قال لي يا بصراحه حقيقه تعالى رحت قلت لك عشان تكتشف كندا لما كده بعدها ب 10 15 سنه في كندا كانت كندا وبعدين جيت بقى من اثنين كلمت السفير السوداني كان موجود قلت له قسما بالله العظيم شهاده من الله سبحانه وتعالى وكان طويل قوي وانا كنت طويل قوي لو ما قلتش كلمتين محترمين فينا اكلم الرئيس حسني مبارك خلي النيل ما يوصلش للسودان وطبعا طبعا هو ده ها 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 قلت له ها 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 مش عندنا ها ها مش ها قلت له هوقف النيل عندهم السودان بيطلع عليكم هو لا ما هو لا بس انا هوقف النيل انا لما بقول للنيل يقف يقف وهذه الانهار بتجري من تحت مشان هو نادي الفراعنه ناسي ولا ايه؟ لا مش ناسي انت مصريه ولا ايه؟ لا ايوه وطلع قاعد خد مع اسماء وان وكذا كل بقى الحاجات دي بتطلع بقى ان تعالي انت ان وانا كذا وطلع وقال كلمتين حلوين ست اللي هي السفيره الثانيه دي سكتت عندنا اثنين يأيدونا السفير الأيرلندي لو بيزود أكثر في المجتمع ثم السفير السوداني. وقالت رئيسة الجلسة قالت واحد اثنين ثلاثة مفيش اعتراض لغاية الاستماع السوداني لكن لم نسجل بتزكية ورق وكذا سجلنا بأن قاتلنا من أجل الحصول على حقنا وأصبحنا احنا عضو في الإيكوسوك من 1993 رسميا بعد تسجيل إغاثة بأربع سنوات، يعني كان في رؤية وإحنا لسه في الحضانة، وإحنا لسه بيبيز. كان في رؤية. أنا كده خلصت وعايز أسمع منهم كلهم. ماذا نفعل؟ اتكلموا أنتوا عايزينه بس اللي عندكم حد في موضوع الابتكار يبقى جزاكم الله خير، ما عندوش اتكلموا فيه أنتوا عايزينه. نبدأ، اتفضل أنت عايز تمسك الكاميرا عشان مين هيتكلم في الأول؟ في هناك اخ هنا مش في الابتكار لا ده اصلا بشكل عام تفضل انت بتحكي دكتور موضوع اهتمام الشباب بمجتمعنا ولازم نقابل مضبوط نعم طيب كيف بدنا نقابل فينا كل متخذين القرارات على مستوى الدول العربيه بعد 60 كل نظرتهم للشباب انهم اولاد صغار وما بفهموا وعشان كده هم شايفين ولا هم فاهمين انا احيي القصه مره اخرى اقول له انت مسؤول عندك تجاره وعندك مصنع وعندك شركة بتعمل ايه مع اولادك؟ بيدخلهم هناك وهم لسه في ابتدائي واعدادي عشان مال ابوهم ما يروحش عشان مال جدهم ما يروحش عشان اسم الاب والجد والعيلة ما يضيعش في السوق اشمعنى انت بتعامل البرايفت بيزنس بتاعك تختلف عن المجتمع؟ هنا بقى نجيب في الحذايفة هنا حذايفة ما هو اللي عنده القايمة بتاعت المنافقين هنا تقول لي لا انت غلطان انت مع اولادك عايز تديهم كل حاجه وهم لسه صغيرين 12 13 14 15 سنه بتقول انهم مبدعين وانا بتهملني ليه؟ انت اللي غلط الشباب لما وقفوش عشان يقولوا الكبار بالحسنى انتوا يعني تريدوا ان تراجعوا افكاركم مره اخرى لن يتغيروا في كبار متكلسين متحجرين متفلقهين ولا يفقهون في الفقه لكن ده عايز بعض الكبار المتنورين ان احنا نحتضنهم او يحتضنونا عشان يكون اسمنا دليل على واقع عملنا ونثبت لهم بالدليل العملي ان احنا لنا انجازات يعني من احد الانجازات اللي انا كنت بتكلم فيها عن شاب من الصحة اسمه زنون زنون اللي هو سيدنا يونس عليه السلام في نينوى اللي هي الموصل بعد داعش المجرمة المسيسة
المدعومة من ألف وب وج ودال، ونعرف من وراءها، التي أتت لتدمير كل تاريخ وثقافة وتراث إسلامي، وأرادت تنشر فكر ليس للإسلام به أي علاقة. أصبح الركام والحجارة ليف في حوالي موسم مش عارفين ناس يخرجوا، والمؤسسات الدولية طلبة 300-400 نص مليون دولار. لنون ده عمل ايه؟ شاب عراقي جميل، العراقيين كلهم جمال، زي الأردنيين زي السوريين زي السوري الأردني وزي الفلسطيني زي كله كيان، عمل حاجة اسمها الدمبر. عارفين الدمبر؟ عارفين التكتك المصري؟ بس أرفع منه شوية، يعني زي ما تقولوا دراجة بخارية بس بصندوق. عشان ايه؟ أنا هجيب الدمبر ده وأدخله في الحواجز. أنا عندي هنا كتب المنتور. لا العيب، أنا في كرسي أهو، وأنت واقف في كراسي. حرام. يبقى الحمار مرطوب موجود من الكابوش. اقعد يا ولد. تعال أنت كم نوع كده؟ طيب. طيب. فعشان الدمبر ده يخش فين في الحوالي؟ عمل تقريبا نظف 10 حوالي، كان دايما بدي للسواق دولارين في اليوم تقريبا، اللي هو البنزين. نظف حوالي 10 احياء ها؟ حوالي 10,000 دولار. المؤسسه الدوليه كانت قاعده كام؟ حوالي 12,000 دولار. فده شاب. لان قاعد يفكر بطريقه مختلفه. فانت لو انت اعطيت الشباب الفرصه انهم يفكروا هيخلوك انت مرجعيه. اذا كان لو كملت في نظريه الحموريه بتاعتي اقول لك ان انا بعد ما عديت مرحله الحموريه ودخلت في مرحله المسحرات اللي انا ويك اب كول يعني، وبعدين دخلت مرحله الخلاط. لا هتكلم، ما اقدرش اتكلم عن النظريه دي. مرحله الخلاط معناها ايه؟ معناها الشخص اللي في العمر ال 50 اللي عنده 35 40 سنه 35 سنه او 30 سنه خبره او 60 سنه هو عنده عمر، يجيب الشباب كل واحد فيهم بيجيب فكرته. سمعنا تسجيل فش على طول عدد افضل عشان هربت انت مني. سمعنا يا رانيا، انت اسمك ايه؟ ايه انت في القران؟ وانت اسمك ايه؟ الاء. امير. او برنسس. اين الامير؟ اين الملك؟ المهم أقيموا عليها الحد. المهم ففي مرحلة الخلاط دي أنتوا كلكم بتخشوا المطبخ صح؟ تعملوا كيك صح؟ كيك عايز بيض وعايز لبن وعايز زبدة وعايز طحين وعايز سكر وعايز فانيليا. فأنتوا يا شباب جايين باللبن والبيض والسكر والطحين والفانيليا صح؟ وأنا قاعد معاكم واخد منكم افكاركم واضربها على بعض تطلع كيكه، واقول لكم ده المنتج المجتمعي اللي انتوا تروحوا تجدوا بيه المجتمع. يعني احنا بنخش لازم الكبار يفهموا النقطه دي، لازم يفهموا ان في مرحله الخلاط ان احنا الاثنين متكاملين. انا باخد فكرك يا حماسك واقعد معاك عشان نطبخ مع بعض المنتج المجتمعي اللي هنبني فيه المجتمع. وادهولك مره ثانيه لك روح اسمك ايه حضرتك؟ يا عبد الله. روح يا عبد الله ده المنتج وانا هكون وراك كريفرنس كلوجيستيك كسبورت، لان انت عندك الطاقه انك تجري، انا ما اقدرش اجري دلوقتي. انت عندك الطاقه انك تبدا، انا ما اقدرش ابدا، انا افكر. ارجع بدل ما تمشي يمين شمال تطلع فوق ارجع وقف حاجات زي كده. فانت محتاج بعد ما خدت المنتج المجتمعي اللي انت كنت جزء من صناعته، بالك انت كنت جزء من صناعه المنتج المجتمعي، روح انت نفذ بقى قبل المنتج. لابد وده لن يحدث الا اذا انتوا يا شباب قعدتوا واخترتوا لكم مجموعه من الكبار اللي هم يستطيعوا انهم ينشروا فكركم وثقافتكم بين هذا الجيل. لان ايه؟ ولولا دفع الناس بعضهم ببعض، الدفع اللي هو تدافع من اجل البناء ليس تدافع من اجل الهدم. اتفضل. احنا جاهزين. عايز تتكلم؟ وكانك انت بتلحن دلوقتي. انت فكرت تتكلم عن ايه؟ معاك انت. مش عارف. عنده سؤال. عنده فكره.
لان انا جاي عشان اتعلم، انا جاي عشان اتعلم. ترسم على مفيش حاجه، يلا وجه لهم الكاميرا. يلا يا شباب يلا يلا كلمهم اختلفوا عادي بادي سيدي محمد علي الموضوع شاروا وحطوا كله على يلا على يلا يلا يا ايه يلا انا بدي اسالك استشاره يعني تفضل احنا انا من قسم الهيلث ومن الصحه يعني صح برايمري كير سكندري تيرشري حابين نشتغل بالهيلث يعني الى داونورد بوزيشن مش احنا كيف عم نشتغل عم نطلع بالطلوع يعني بنبلش احنا فيري سمول وبنكبر بنكبر بنكبر بس حابين نبلش نحكي من الحكومه وننزل بتشريعات وكتغيير يعني فيري اسينشال واساسي بالهيلث كير يعني الجد فهل بتشوف هذا الشيء مناسب ات ذس بوينت او غير مناسب هو مناسب وغير مناسب في نفس الوقت يعني لابد نعرف توجهات الحكومه في اي دوله في العالم ومناخها السياسي والتحديات اللي هي بتواجهها والتحديات الداخليه تحديات خارجيه يعني مثلا انا هضرب لك مثلا في بلد ما لما حبينا نشتغل كان فيها نفس اللي هو المناخ الداخلي السياسي ده والامني والعسكري فدورنا على مشروع لا يجعل المؤسسه الحكوميه تنظر لنا بريبه فشلنا الصحه وشلنا التعليم واشتغلنا بمشروع اللي هم الاطفال حديث الولاده اللي عندهم اعاقه ونجح المشروع فلا بد انت يكون لك رؤيه على ماذا تريد الحكومه لان الحكومه هي الشريك الاعظم صاحب القرار بحيث ان الحكومه تحس ان انت متكامله معهم في رؤيتهم لبناء المجتمع ولما تيجي تعمل تغيير ما تعملهوش بطريقه يعني تعليميه حتى ولو كان الموظف اللي قدامك انت عندك خبره اكتر منه في المجال وعندك رؤيه اصلا في المجال لابد زي ما الحسن والحسين عليهم السلام كانوا بيعلموا الراجل ازاي يتوضا راحوش لراجل في سن ابوهم علي عليه السلام يقول له والله انت يا جدع انت مش عارف تتوضا ازاي لا قعدوا كل واحد ايه كان بايه بيعلم الثاني فالراجل حس ان انت بتتوضا غلط قال لهم جزاكم الله خير فاذا فاسر حكيم ولا توصيه خدت بالك خاصه انا بتكلم بعموميات في اي مكان في العالم دلوقتي يعني احنا بنتكلم دلوقتي يا شباب ان الحرب الاوكرانيه دي تاثيرها ايه على العالم العربي كله او على العالم كله تاثيرها على الاقتصاد تاثيرها على الوقود على الغاز تاثيرها على 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 الخرائط الجغرافيه لو حصل دلوقتي والعياذ بالله حرب عالميه ثالثه اولوياتنا هتكون فين لابد نتلاحم المؤسسات بتاعت مجتمع مدني ورجال اعمال وحكومه ومؤسسات دوله عشان نحاول نحافظ على وحده الوطن كروح موحده لان في ناس عايزين يغيروا الحدود الجغرافيه مره اخرى هنرجعوا ساكس بيكو مره ثانيه واحنا لا ندري زي ما انا قلت من شويه داعش لم تكن مننا ولن تكون مننا داعش شيء دخيل على الاسلام وعلى المسلمين شاء من شاء وابى من ابى انا فاكر ان هو التيار الحرق هنا فساس يعني لا في خلق ولا في قيمه لمين؟ لا في خلق ولا قيمه ولا اي شيء هل هؤلاء الناس يمثلوا الاسلام؟ المسلمين سوري المسيحيين اللي كانوا في ليبيا وذبحوهم على الشاطئ في ليبيا ده سلوك سلوك بشري حتى والله الحيوان ما يذبحش كده الحيوان لما بيروح ياكل ده فريسه واحده بياكلها لما بيخلص بيسيبها خلاص وبالتالي لابد التغييراتك دي كلها تتكاملي مع رؤيه الحكومه اللي بتتعامل معاهم من تحت لفوق عشان يقدم لك فكرتك
من مطبخ الحكومه الى ان تصل الفكره او الرؤيه او الرساله او التغيير لاصحاب القرار. ما تتنرفزيش بقى. لان شوف خلي بالك في ساعات نظام ماشي بطريقه رتيبه مش عاجباكي. عمليه تغيير النظام مش سهله. لو فشلت بتفركش المجتمع كله. ولو حبت يعني مثلا اديكم مثلا احنا بدانا في التفكير في عام في ريستراكشرنج للغايه الاسلاميه اعاده الهيكله او بناء الهيكله سوري من سنه 1995 بعد انا ما عملت الخطا كنت بصرف اكثر ما كنت في الحسابات بتاعت الدراسه. بدانا الهيكله من 95 لسه ما كملناش لغايه دلوقتي. انا ماشي في مرحله عايزه عقود وعايزه ام او يو وعايزه بارتنرشيب اجريمنت وعايزه تفضل. عليك دكتور. الحمد لله. ايش الاخبار؟ مش شرفنا. تفضل. وعايزه وكل وكل في دولة فيها قانون، وكل قانون فيه محاميين عشان توفقي بين كل دول يحط لهم مجلس اداره عام او جمعيه عموميه اخذت سنين. فالتغيير مش سهل. والبناء مش سهل ولازم يمشي خطوه خطوه. كان عندي انا محاضره عملتها انا ما بفهمش في حاجات كثيره بس بتكلم في اي حاجه. انت نايم ولا ايه؟ احنا مستمتعين. ما انت عشان مش فاهم حاجه. لو كنت فاهم ما كنتش هتستمتع. انا اللي مش فاهم حاجه. والله بتكلم في اي حاجه، حتى زرت البنت عايز اتكلم في كل حاجه. تقول انت بتتكلم في كل حاجه؟ لا ما بقى ما مش عارف. دي كنت اهو. فعملت محاضره على حاجه اسمها التدرج الجراديواليزم. مش بس ان انا خبير فيها. ما ينفعش نعمل حاجه كده. اما اتجوز ما اتجوزش في ليله. اما مراتي بتخلف ما بتخلفش في ليله. اما ابني بيبقى استاذ في الجامعه ما بيطلعش في ليله. ففي بناء وفي مسيره وفي معاناه في تحديات ثم في تدرج علشان نوصل ليه. فانت او لا في نفس الوقت. اتفضلي. لقد اتت اميره بالسؤال الاخر. اسف. عندك سؤال؟ لا. اتفضلي. اتفضلي. دكتور انت بلشت يعني في ناحيه العمل الانساني من ناحيه التطور التكنولوجي بعدين بدأت الثورة التكنولوجية، برأيك يعني الثورة التكنولوجية كان لها أثر في تفاقم المعاناة الإنسانية والمشكلة الإنسانية ولا كان لها إيد في تخفيف هاي المشكلة الإنسانية؟ السؤال الثاني، لو كنت بعمرنا إحنا هسه حاليا كان بإمكانك في ظل خلينا نحكي الظروف الاقتصادية الحالية وظل الظروف السياسية والعالمية اللي قاعدة تصير حاليا كان كانك تأسس منظمة كبيرة زي منظمة الغاية الإسلامية أو لا؟ طيب. بالنسبة الأولانية أنا بدأ يعني جاذبيتي أو انجذابي سوري جاذبيتي أنا جذاب. جاذبية دي أنا جذاب لا. أنت أبداً مش حالك. بدأت أنجذب للعمل الإنساني من 82 قبل الدراسة الإسلامية. ودي بنقولها في كل حتة. حصل ثلاث احداث في 82 وانا باصر على ان انا اقولهم. الاول اللي هو في فبراير في حصل مواجهات في سوريا في حماه. كانت ماساه لم يتحدث عنها الاعلام العالم كله. ايه الاعلام العربي؟ دي نمره واحد. نمره اثنين حدث في اغسطس او في يوليا مذبحة صبرا شديد. اكتشفت قدرا واللي اكتشفها صحفي فرنسي. جزاه الله خير لو عايش عمري. انك تدعي له ان ربنا يكرمه شايف ان اخوه هيخش الجنة او غير الجنة انا وانت مش ضامنين ان انا اخش الجنة. فدي عملت لي شيفت. التالتة كنت رايح اقعد لي اجازة موجودة عندكم يعني في مصر. وقلت وانا راجع ازور بلد الدول اللي فيها مسلمين في اوروبا. طلع يوغوسلافيا القديمه. قطعت التذكره على يوغوسلافيا اير يوغو اير
جزء من يوغوسلافيا القديمة. فتعرفت عن طريق الشباب العربي اللي موجود هناك وانا في سراييفو على معاناة المسلمين. قلت هاتهم من اللي هو الحكومة الشيوعية والاشتراكية بتاعتي. وكان ساعتها علي عز بيجوفيتش في السجن وكذا. فالتلات أحداث دول عملوا لي تحول أو بدأت تحول فكري. لدرجة إن أنا بعد سفر وشتيلة كنت بعمل امتحان الزمالة. وأنا رايح بريطانيا عشان آخد الزمالة مغطاش. الحمد لله. فانشغل بتوزيع أوراق مجزرة الصبرة وشتيلة قبل الامتحان أو في الويك إند بتاع الامتحان اللي هو الجمعة والسبت والأحد. كان كل انشغالي مع الناس في لندن اللي هاتوا الأوراق ونسيت أراجع. دخلت سألت لكن الرسول كان في خير. مفيش حاجة الواحد بيفشل فيها إلا لما يكون في خير. لكن التحول بديت التحول ده إيه؟ يعني ومن زحزح الزحزوح عليه. لما جت في 83 اللي هو المجاعة في القرن الأفريقي في إريتريا وتجراي وكان جزء من إثيوبيا في الوقت ده، لقيت إن مفيش مؤسسات إسلامية في بريطانيا والعالم الغربي كله كان واقف على رجليه علشان عملوا حاجة اسمها لايف إيد وباند إيد وعملوا كونسرت. كان أول مليون دولار في الكونسرت ده متبرع إماراتي، كان سير بوب جيبدوف هو اللي كان بيغني فيه الى اخره، واحنا قاعدين ترابيش مالناش اي دور. فلما رحت السودان اخر 83 ورجعت خدت بعض الاوراق والصور والاحصائيات من الشباب اللي في السودان عشان نبدا الاغاثه في 84. ده ازاي تحول؟ ما كناش بنبص للتكنولوجيا ولا اي حاجه ثانيه. نمشي شايف الشنطه دي ايه؟ كنت بشيل فيها الاوراق وبشيل فيها الفلوس وبقف بيها قدام الجوامع. فاكر عربيه رمضان انا بقول لك ما كناش بنبات فيها في البيوت؟ كان ثقه الشعب هو لسانهم واذن في الناس. لما كنا بنبيت في المراكز الاسلاميه كل يوم وانا بفتخر بكده وبفتخر بان انا كنت اول من وقف على باب مسجد بصندوق عشان اجمع تبرعات في بريطانيا كلها. ده اهم ليا من الام دي للدكتوراه بتاعتي او الدكتوراه الفخريه او الوسام للملكه اليزابيث بعتته لي في 2004. ده صندوق تبرعات ده اذن في الناس. دي اسمك يا حبيبي إيهاب. إيهاب إيهاب نفع عن طريق خضر وكان فين بتاع السين إيهاب نفع فين مجدة فين بيجي وراء عندك اسمها مجدة خالص مرتي المهم ربنا هنتكلم في إيه مع صندوق. بفتخر بكده. اللي كان بينشرنا اخبارنا تكنولوجيا هم الناس اللي كانوا داخل الجامع. زي ما ربنا قال لسيدنا ابراهيم مقدم في الناس. في وسط الصحراء مش حد موجود. ياتوك رجالا عارفينهم ومن كل فجر عميق. انا حول الله اكبر وانا في مكه كده مش حد فيها خالص. شوف اللي بيجي دلوقتي كام مليون كل سنه عشان يزور. لما التكنولوجيا جت طبعا الشيء الجميل اللي ربنا حطه فينا ان احنا كنا مؤمنين بيها. ده ما قاومهاش. انا لا افهم في التكنولوجيا لكن اؤمن بها. مش معنى انك بتؤمن بكل شيء تبقى بتفهم فيها. انا كنا مره عايزين نعمل برنامج اسمه جود مورنينج اسلامك ليه. يبقى الرئيس قاعد كده بيبعت رساله من البورتر والكلينر لغايه الرئيس عبد الله. ازيكم؟ وانا قاعد الساعة دي بتكلم معاك عشان ما اكونش محجوب. وانا ما بفهمش في التكنولوجيا. كان في دكتور اسمه دكتور احمد وائل ماسك الاطلاع قال لي في برنامجين واحد ب 8000 والثاني ب 25000. انا اخترت انا
لا 8 اخترت ب 25 على طول ما فكرتش لان ابو 8 عنده كاباسيتي معينه وانا مش عايز رؤيه الرئيس اللي موجود في المؤسسه ما توصلش لكل عامل في المؤسسه مش لكل مدير في المؤسسه خدت بالك ايماننا بالتكنولوجيا ما جعلهاش عقبه لما حصل الالفيه والسيرفر هيعمل ايه وبتاع كنا مستعدين ليها المكاتب استثمرنا في التكنولوجيا انت تستثمر في التكنولوجيا لكي تستعمل التكنولوجيا من اجل الرساله بتاعتك لكن ساعات في التكنولوجيا الحديثه اللي هي السوشيال ميديا انها بتاخذنا بتاخذ وقتنا وتضيع لنا وقتنا فتبقى انا الفرق انك كيف اخذ مثلا انا بعمل على السوشيال ميديا بشوف الاستيتمنت صعب اعمل كذا وكذا 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 بس انا ليا رساله ان انا عايز انتشر مش انا شخصيا فكر معين تعالى ان انتشر لازم استعملها ولو رجعت مره ثانيه تقول لي هتعمل ايه اقول لك هعمل اللي عملناه من 40 سنه بس بلغه العصر لان حذاري انك تنسى اللغه اللي بيتكلم بها الشعر زي كده قلت لك اول حاجه النهارده الصبحيه وانا بتكلم انا سعيد ليه؟ لان انتوا موجودين أنا بيني وبين بعضكم من 40 سنة 45 سنة و 50 سنة صح؟ لكن أنا سعيد إن أنا موجود مع الفئة دي لأن أنا قاعد بتعلم منهم. خد بالك؟ النقطة الأخيرة السؤال التاني كان إيه؟ كان لو كنت بعمر حاليا الوقت الحالي تتأسس منظمة زي منظمة الإغاثة الإسلامية والجمعية هو طبعا جزء من نجاح الإغاثة الإسلامية إنها أسست في بلاد مستقرة سياسيا أنا لا أقول إن في إبداع يعني حضرتك ساعة القضية البوسنوية لما بدأت في 92 أنا كنا متوقعينها يعني أنا كنت بس لي علاقة بالأستاذ أسعد طه من الثمانينات أسعد طه عارفين كنت أخص قط كنت أسخنا الجزيرة وكان بيتنبأ بحرب في البلقان هو وغيره يعني أول من أرسلنا لسراييفو عارفين جيفيف بوسلام جميل بسطان اللي بي يقبض الأرواح ده فأرسلنا جميل بسطان في ديسمبر 1991 والحرب قائمة بين الكروات والصرب عشان أتبرع لناس في صليب كنا عندنا رؤية بننبئ فيها بناء على ما سمعناه من أسعد طه وغيره في كل دول الخليج لها منظور عشان جمع تبرعات اشياء ثانيه. جات الحدث ده في 1992 في ابريل. كنا احنا مستعدين بامكانياتنا البسيطه. وكنا بدانا نخلي رفع الوعي عن بعض الجمعيات. وعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ وده حصل يعني اللي حصل من الجمعيات العربيه والاسلاميه في قضيه البوسنه الاء وابداع غير عادي. من الاردن. ومن جامعات فلسطينيه من السعوديه والامارات والبحرين وقطر واندونيسيا وايران والعراق وسوريا ومصر والسودان وليبيا والجزائر والمغرب كل دول اوروبا وامريكا فاوقفت النزيف البشري ونزيف اغتصاب الاخوات الممنهج المبرمج مما قبل الفياجرا كان يعطى الشخص حبوب لكي يغتصب المراه خمس او ست مرات في اليوم. تعجوش الايام السوداء دي احنا عشناها. عشناها بعدم القدره الفهميه فهم العالم الغربي شغال ازاي لان كنا متواجدين كلنا على الارض. فهؤلاء هذه الجمعيات احقاقا للحق ابلت وابدعت. تغيرت مناخات السياسيه. في اماكن ولم تتغير في اماكن اخرى. فالنمو الفكري والاجتماعي في الاماكن اللي فيها السياسه او القوات السياسيه اوقفت هذه الاعمال. اما في الدول الاخرى فلم تتوقف. وده الفرق. مش معنى كده ان انا احسن من التانيين، بالعكس اقسم بالله ان التانيين احسن مني 1000 مره. لكن انا في مناخ يسمح للبذر ان تنمو. الاخرين في مناخ لا يسمح للشجره ان تنمو.
شغله موجوده وده الفرق. ولو رجعنا مره ثانيه هعمل اللي احنا عملناه قبل كده بنفس الطريقه بس دي ثقافه العصر اللي احنا عايشين فيه. لذلك وانت شايفني جايب لك انا ايه؟ جايب لك حبه عصيان كده وتليفونات وبتاع ده مش عارف موبايل ايه؟ شوف الفيديو الثاني ده. المهم ماشي كده ماشي بالايه؟ بالمخلب. المخلب فيها العده بقى زي اللي هو الوسطه اللي معاه العده بتاعته اللي هو النجار الشاكوش الفاره المسمار السفاره الحاجات دي كلها. لازم امشي بيها. فعدم وجود الامكانيات امكانياتك هتكون مخك. هتكون تواصلك مع التانيين وهتكون كميه العمل اللي انت بتعمله زي ما كنت بتكلم في اول ما قعدت هنا عن الابتكار. الابتكار هو جزء من الحاجه المجتمعيه معالجه المشكله اللي يواجهها المجتمع. لذلك كان ليا نظريه كده بقولها مش نظريه يعني. العلاقه بين المؤسسات الدوليه والمؤسسات المحليه. الفات كيس. فات كيس يعني ايه فات؟ كل واحد فينا عنده جزء. المؤسسات الدوليه ليها جزء والمؤسسات المحليه ليها جزء. والاثنين شركاء متساويين متكافئين. مفيش حد احسن من الثاني. الفات معناها ايه بتاعت المؤسسات الدوليه؟ اف اي تي الاكرونيم. اف يعني فند، اي يعني ادفوكاسي، تي يعني تريد. يبقى المؤسسات الدوليه عليها تدعم بالنصره وبالمال وتدربنا. احنا بقى كس ان هو بنعمل ايه؟ نولج بيز. انا على الارض، انا اللي عندي المعلومه. انوفيتيف الاي، مبدع اس اس سستينبل سوليوشن. انا عندي الحل المستدام المبدع المبني على المعرفه المجتمعيه. ده يساوي مالك. حذاري ان تقطع الرؤوس امام المال. ده احنا بنتكلم فيه. يا جاري يا البخي ها كمل يا سيدي كمل. لا يا عظيم بس هو يرد وانت ما تردش. ما ترد انت. جاري يا البخي سيدي كان يدفع مصاري. يعني انا جاي لك البيت دلوقتي. انا عايز اكل خروف اوزي وكذا وكذا ودي عمل. طب فين الفلوس؟ خلاص؟ فالفات اللي هو بتاع المؤسسه الدوليه والكيس اللي بتاع المؤسسه والاثنين متساويين. اتفضلوا. عايز حاجه مبدعه كده تطلع ابتكار عشان نحط بعمل انا برتب الورشه عايز احط فيها كده مش اي فكره عندكم عليكم؟ فكره بالعمل الانساني في حد عنده فكره؟ اي فكره ان شاء الله بقول عمل انساني. ان شاء الله عمل فني، ان شاء الله عمل ثقافي، ان شاء الله عمل اي حاجه بس فكره حتى لو تعمل تغيير عشان نعمل وصله بيتكلم معايا الاخ عبد الله ما بين الشباب وبين الجيل الكبار. لما يقول انه مبدع وحطيت ابتكار على الطاوله هيسمعوا كلامه. يا اميره. فاينانس احنا شوي طول بالك. انت فاينانس انت كمان؟ واحد جنبي. كل ده واحد جنبي. اتفضل. اي سؤال ما عنديش مشكله اي حاجه. طب سؤال. اتفضل. انت كنت مشكلة مع الايطالي مع الاوروبي بشكل عام. كان تقدم الفكره البلاد الاسلاميه وانك تحاوبهم بمنظمه موجوده بلاد اسلاميه بلدهم بوقت كان بلش ينشا فيه الافكار مش يعني مش كثير سويه وصريحه عن الاسلام. فكيف كان تقبل كيف كان رد فعل ما قبل وما بعد؟ التقبل بالاداء والتقبل بالشراكه والتقبل بالتواصل. يعني احنا كنا دايما حتى اول ورشه عمل عملناها في عام 1991 دعنا لها مؤسستين. واحد اسمها اوكسفام عشان كنا ساعتها بنتكلم عن محلات تجاريه الخيريه والثانيه ستريب الاحمر البريطاني. يعني شوف احنا لسه يعني واخدين التصريح امبارح كان في اول ورشه عمل اللي هو أو اول لقاء المكاتب بتاعت الدراسه كان في اوكسفام وكان في اللي هو الصليب الاحمر البريطاني.
احنا كنا فاتحين الابواب من اول يوم. فلذلك ده الكلام اللي قاله اسم كده كريس بين اللي هو كان رئيس الكافود اللي كافلك ايد فور اوفرسيز ديفلوبمنت بعد 2001 احنا انتهكنا منهج خلاص. كنا خارجين حتى حتى في فيديو على الفيسبوك بتاعنا حطه 3-4 دقايق واحنا خارجين انا وادريان والدكتور احمد وائل عشان نغسل ايدينا في الحوض. فادريان اللي هو كان مدير الاعلام ادريان طبعا كان في مصر كان مدير الاعلام قال احنا المفروض نوطي راسنا. فرد الفعل اللي جه كان عنيف لم نطأت رأسنا الآن لأننا جزء من الأمة الإسلامية في العالم كله وما يحدث لنا في أوروبا يحدث لنا. وخلنا المنهج ده من أن نواجه الإعلام قبل أن نواجه الإعلام نزلنا عملنا يوم تدريب كلفنا 4000 جنيه أنا وهارون خالد روي مش عارف عمران مادن ولا محمد عمران كذا واحد عشان إزاي نواجه الكاميرا وازاي لما المذيع يكلمك في حاجه انت ولا يهمك ولا بيقول لك ايه انت عندك حاجه اسمها كاتش فريز كل شويه ترددها لان انت مش بتكلم المذيع انت بتكلم المشاهدين. احنا اتعلمناها في الفتره بتاعت 2001 وكان منهجنا في الوقت ده مواجهه الاعلام بشخصيته بكلامنا. لو كنا غيرنا جلدنا كنا وعدنا احياء كنا وعدنا يحيى. بانوراما جت عملت معانا لقاء لأشهر برنامج في بريطانيا في البي بي سي وكنا خايفين من المذيع لان بقى قاعد بقى ابو حر العلم في القران والشيب بيعمل كذا وبينام على الستات وكذا ولا يقدر. احنا عندنا حصافه وذكاء فكري. كان معانا شاب ماسك الميديا وكان بعمل انترفيو برايفت مع الراجل ده قلت له يا محمد قال لي نعم قلت له سجل اللقاء الكاميرا بتاعتنا عشان لو البي بي سي لعبت بدلها احنا هنبعت بيه رئيس الوزراء سنة 8 بدلها. وفعلا سجلنا اللقاء بالكاميرا بتاعتنا بنوع الاسئله اللي هو سالها لنا. تعرف اللي حصل ايه بعدها؟ ان يعني البي بي سي نفسها برنامج اللي هو بانوراما حولت اللقاء الى دعايه لرئيس الوزراء. صورنا وانا داخل اصلي في الجامع وانا خارج والاسئله اللي سالها عملنا مونتاج المحس ان انا صادقين. في المجالس الخاصه انا فاكر كريسبن قال ايه؟ احنا كنا بنتكلم عنكم. احنا كنا بندافع عنكم. ان احنا عارفينكم. تعاملنا معاكم وزرناكم وزرتونا. رئيس كريسبن قبل ما يبقى كريسبن يجي اسمه جوليان كان من هولندا. هو اللي جه زارنا في في برمنجهام. طلب انه يشتغل معانا وبدأنا نبني الكيس ده 1998 فبدأت العلاقه قال لك لا احنا عارفينهم. فحذاري ان انت تقعد ساكت ومقوقع نفسك كده وساعه ما تحصل مشكله تقول لهم انا هنا مش عارفينك. فاحنا فتحنا ابواب الاغاثه الاسلاميه على العالم الغربي والعالم الشرقي 11 سنه قبل 2001 ولم نخلط الاوراق في قضيه البوسنه. الاوراق خلطت في كل القضايا خصوصا افغانستان باعاده من الحكومات اللي سجنت كل الناس اللي كانوا بيشتغلوا في عمل خارجي او رجعوا من باكستان وافغانستان في السجون ومنهم اعدم. ده كان في فتره من الفترات روحوا 50% تخفيض تذاكر الطيران. حكومات كان بيجي عندنا عشان بس التاريخ تعرفوه كان بيجي ما يسمى المجاهدين يجمعوا المال للبازوكا والار بي جي في لندن وباريس وروما ونيويورك وواشنطن لان كان في توجه سياسي. بعد كده اللي رجعوا من باكستان وافغانستان كانوا بيحبسوا دبل ستاندر في السياسه. فحذاري يعني لما جبت رئيس الوزراء مش عارف وزير الخارجيه البريطانيه حرب اوكرانيا اللي هي كانت مع بول جونسون وقال بتشجع الشباب ان هم يروحوا يحاربوا قلت لهم على جثتي مش ولا واحد يتحرك. حرب ليس لنا فيها ناقه ولا جبل ندافع فيها فقط عن حقوق المستضعفين اللي هم
من اللاجئين والنازحين. اما حد منكم يروح هيرجع مصنف. هيرجع كذا، هيرجع كذا، هيرجع كذا. لابد نتعلم مما حدث في افغانستان. والله الذي لا اله الا هو. الحكومات كانت بتدي تخفيض عن تذاكر الطيارات عشان الشباب يذهبوا هناك. بعموميات كل اللي رجعوا سجنوا. لان خلاص المناطق دي اتقفلت وهات دول بقى. فحذاري ان احنا نكون كالامعاد. ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا اسانا. احنا نكون كالغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذين احسن الناس احسنوا وان اساءوا احسنوا برضه. لان حقيقه دفعوا عنهم عشان يكون احسان هو ديدنهم في الحياه. تفضل. انت صاحب الجلسه مش عايز تقعد عليك يا دكتور احنا والله حابين الدكتور نطول معاك اكثر بس عشان كمان احنا عارفين مشروع كمان. لا انا كل حاجه عندي ملغيه بس انا خايف عليهم انا حسيت كده. احنا نغذيهم شو يعني نكسب من معك انت موجود عندنا في عمان اليوم واحنا مبسوطين كيف وجيتك علينا الفاينانس بيقول حنغديهم البير. هاي من حياتي الكورة الفاينانس ده فاينانس والله ده اعجاز هذا الابتكار. دائما الاسماء مختلف. بعد هيتجوز ولا ايه؟ لا احنا المولد النبوي الشريف النهارده السبت. كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم سالمين. لو عندكم حلويات؟ جبنا عثمان اليوم. جبنا انا بهزر معاك يا جدع. بجد انا بهزر يا جدع. لا احنا جبنا يا عم بهزر يا عم. والله جبنا من السبت صح. يعني جيت صح انا. صح. فان شاء الله بس هيك غدا صغير بسيط ان شاء الله. وان شاء الله. انا عايز كبسه. هو كبسه والله يعني كده بس اوكي. لا هو زربيا بس يعني من زربيا من حوالي كبسه بس زريبه يعني. لا فان شاء الله انا مع الدكتور ان شاء الله بنتغدى هيك غدا هيك حلو بسيط ان شاء الله. طيب هو اللي حيدفع مش حدفع حاجه. يلا نفس العالم.